المقابله نتاع اليوم ما تجيش في الظروف هذيا معناها اللي الكل معناها في اوبليغاسيون دو ريزولتا فهمتني. كلوب ساكسي انا عارف اللي تلعب على تيتر وربي يوفقها معناها في ان شاء الله ينالوا كل يتمناه واحنا نحاولوا نمنعوا من الزون اللي احنا فيها دونك انا كومبونسي معناها ديفيسيت في حوايج بالجرينتا بالعزيمه بالبلاسمون سو بلان تكتيك بالجينيروزيتي نتاع الاولاد وسورتو بالكونسونتراسيون هذاك اللي ركزت عليهم اليوم فهمتني. دونك معناها في الاخر انا معناها اللي تقريب اللي خطط. سي خالد فوزيت ساتيسفي اليوم بالنيول مع سي اس اس ولا لا؟ في اول مقابله ما قفش ربي يسوف بروفيسيون نادي رادي سفيقسي جمعيه كبيره بك ساعات تنساو راهو سفيقسي اللي معناها كلوب سفيقسي راهو جروند ايكيب كي واحد يخرج منها بماتش نيل حتى خاصه انا زيرو زيرو روح فرحان باش نبدا كلير فهمت. اليوم غياب الرباعي المنتخب من نادي رادي سفيقسي فنيا والله خلينا نقولوا المنطق يقول لك اما ليتو انا اليوم حتى الصغيرات هرجه فيهم ترمتم زاد في الشراب تبارك الله عليهم معناها زون كري بوكو دو بروبليم مالغري صغر سنهم وصغر الاكسبيريونس نتاعهم زون كري بوكو دو بروبليم على كل حال ليتو انا باش نكون فيه ماتش كيما ماتش حمل في الماتش ما يلزمش تترتب باش يزيد يخلينا نغربوا اكثر ما رضينا مالوريزمون بالرغم فما ايفور كبير من الاولاد نحب نشكر الاولاد على المجهود الكبير اللي عملوه لكن في كرة قدم مكتار في لعبنا ضد فريق اللي تفضل لعب براتيكمون كان كله التالي معناتها تشوف حتى جات حتى فرصة بريسك هو في القفزة قعدوا يلعبونا على الكونتر لكن هذيك الكورة هذيك خيم الكورة لازم نتعاملوا معاها هكا. روبي المنتخب غياب وأكثر فرصة غياب سيرتينمون اللاعبية اللي عندهم اكسبيريونس اللي هما ديزانترناسيونول سيرتينمون باش يكونوا عندهم قيمة في الفريق لكن الغالب هذه ظروف حكمت على الناس كل لازمنا نتعاملوا معها ما عندناش حل اخر نجم جدا ان الفيقسي كان ما يلعبش خاطر كان فما مكتوب تبعث من مده طويله واكدنا انه نلعبوا يوم 2 ابريل معناتها ما نجموش فما حل اخر اننا نصاحبوا ولا نخسروا مباراه ولا فماش حاجه مكتوب يكون جزء من لكن شو 4 لا مش منصوص عليه ما تنصتش زوز ولا ثلاثه ما تنصتش معناتها اكدنا احنا قلنا راهو باش نلعبوا مباراة بدون اللاعبين حتى كان يجيو متأخرين فهمت؟ يعني لازم نتحملوا مسؤوليات زاد سي لازم نقولوا الناس مسؤولة نتحملوا مسؤوليات تو ما كنتوش تصبر مع مدرب المنتخب لأن في المباراة الثانية ما يقعدهمش حتى نشوفنا يعني مال الهناشي والحنيسي خرجوا مصابين حاولنا باش ننسقوا معاهم معناتها كان فما اتصال المدرب غازي الغراري اتصل فيه وحتى في الدعوة معناتها من الأولاني معناتها كان فما قالوا انا مش نعيط اكثر جزء من لاعبيه فهمت قالوا باش نعيط على خص تقدير جزء من لاعبيه والثالث في الشكيخ ولا عيط الاربعه شو تعمل شو تعمل هذا هو هذاك علاش على الاساس هذاك مش مكتوب هو معناتها على اساس انهم فما جزء من لاعبيه برك مش عيط لكن بعد ما تمش هذا من بعد بدل الراي وعيط الاربعه قالوا لازم هذاك بعد ما احنا بعثنا المكتوب وخرجنا الورقه عيطنا الاربع لاعبين معناتها ماش نجم نخرج بالتبادل الورقه خرجت الورقه مازالوا باهم مازال 8 مباريات مازال كل شيء مفتوح معناتها مسيرنا في يدنا احنا ومسيره اللعب مازلناش نابلو توا اليوم نقعدوا ديما مركزين مازال عندنا مباريات عندنا نهار الاحد لازم نحضروا ان شاء الله معناتها وعندنا يوم الاربعاء ضد الشبيبه ونقعدوا نلعب على ربعنا ولا بس ان شاء الله. والله الاجواء ما قبل المباراه اثرت الضغوطات اللي مسلطه على اللاعبين تاخير المباراه نلعبوا المباراه كل هذه حاجات اللي اثرت على اللاعبين زيد كيف وقت تلعب من غير اربع لاعبين دوليين وما غير لاعب خامس اللي هو تحت طائله الانذار الثالث اكيد توازن الفريق مش يكون بالصوره المطلوبه لكن اللاعبين اللي شاركوا اليوم حاولوا يقدموا كل ما عندهم فما بعض اللاعبين ما نجحوش في المباراه نتاعهم ظهر الضغط ظهر ممكن التخوف رغم اللي تقدمنا في النتيجه كنا نقدروا ان نمسكوا المباراه احسن خطا كلفنا هدف التعادل الشوط الثاني سيطرنا لكن ما جسمناش جاتنا 4-5 فرص قلت التركيز والتسرع حرمونا من 3 نقاط على ان المنافس جاء يلعب من اجل نقطه التعادل بالنسبه لمحمد علي لاعب ينجم يتصاب وعرضه للاصابات سواء جاء متاخر ولا ما ارهاق والا يكون حاجات اخرين هذه حاجه صارت وان شاء الله اول حاجه نتمنوا الشفاء العاجل للاعب بعد ابريكو كل واحد يحب يحلل كما يحب احنا هذيك الظروف اللي تحطينا فيها حاولنا نتعاملوا معها جاونا زوز لاعبين مصابين خيرنا ما نشاركوهمش زوز لاعبين هذوما تحدثت معهم برشا واتفقنا انه باش
نحاولوا نستعملوهم وقت اللي نحتاجوه، حاولوا هما باش يعاونوا صحابهم وكانوا مصرين باش يعاونوا صحابهم. اعتقد انه الاصابه جات وقدر الله ما شاء الله. هذا الختام لازم اليوم السوسيس وحظوظ على البطوله كي تشترى قاعد صحيح ما ساعدناش اليوم ثاني نعملوه، والحقيقه كنا محضرين ماتش على 3 بوان باش نقربوا شويه للبرمي بلاس. لا غالب اليوم سهل الشرب، عملنا ماتش كبير، الناس الكل عطات اللي عندها، ما سهل الشرب في 3 بوان. مازالوا 8 ماتشات يظهر لي، مازالت الحظوظ قائمه للاخر، وباش نلعبوا جوسكو بو ان شاء الله، وربي يسهل ان شاء الله ونحقوا اللي نطمحوا له الناس الكل ان شاء الله. زياد فما برشا تاثر من لاعبين سي اس اس، ممكن ماشي تبين بين اللحمه اللي بين بعض الجوالات، يعني في الربح وفي الخساره في التعادل. صحيح الناس الكل يد واحده وفي سفينه واحده، ماشي الناس الكل قلب واحد. اليوم حبينا نهديو 3 بوان تاع اليوم للانترونور نتاعنا اللي حاسين يتمسوا شويه في اليوم الاخر. والله غالب ما سهلش ربي، اذا كان الناس الكل تشوفها متاثره، وان شاء الله مازلنا باش ناخذ ما نجمش نبطوا ايدينا وان شاء الله نكمل ان شاء الله. حسب رايك علاش نتفقسي ما نجمش يفوز في هذه المباراه وزوج تعادلات على التوالي؟ كره ما حبتش سهله برشا، دار لي ماتش كامل عندنا، ماتش كامل قدام الكاج نتاع غرس، الكره للوليد المركيني في الاخر ما كيسيت ما جاتش نول. هذيك الكوره هذيك الكوره، عملنا ماتش كبير اليوم وكل لعبت كل عدد ربي ما حبش. يا حمزه باش نكونوا واقعيين، يعني ممكن المشاكل الاداريه بين جامعة وايد نتسفيقسي حول هذه المباراه ترميت بظلالها على المستطيل الاخضر وعلى اللاعبين نادي هذا سفيقسي وكذلك المدرب غازي القراري والبوليميك الكبيره حول تقديم استقالته. احنا حاجه ما تمنيش، احنا جوارات برو نخدموا على رواحنا، هذوما المشاكل ما تخصناش. انا اليوم عطينا فون في التيران حتى ما دخل بعرق على الجماهير. قلت لك ربي ما حبش حاجه هذوما الفترة اللي احنا ما تهمناش. تدارونا ماتشوات ان شاء الله رتراكيو وكاو لما شنو توصلوا. بس لعب قوة رياضية بقفصة لعب سبق نادي الهدي سفيقسي، تعادل في طعم الانتصار اليوم القوة اي الحمد لله ربي، تعادلنا في طعم الانتصار خاطر سويت خسرنا دو ماتش في قفصة. الحمد لله ربي هنا ميريتي والحمد لله. تيامين شنو رايك يعني في المباراة القادمة بين سفيقسي والفترة الصعيبة هذه؟ بون سي سي اكيد جمعيتي الام وتربيت هنا، نتمنى لك كل خير. ماهمش في كريز كبيره الحقيقه، ماهمش يعملوا في خسائر، يعملوا في دي ماتش نيول. نتمنى لهم كل خير ان شاء الله، سي سي جماعه كبيره وان شاء الله بينتو تاخذ على ساقها.